جاي هالمقبرة اللي راها هاملة، رانا يحفر القبور ورانا نلقوه محفورين ورانا نردموه. واش نقول لك هذا؟ ولا ماذا بينا ثاني يعني جار المقبرة هنا يعني نجارها قاع نسكن حداها قاع، ورانا نضلوا نزعكوا في الغاشي اللي راها تجي هنايا يديروا لنا في السحور هنا ويديروا لنا. المقبرة هذه نتاع سيدي بوجمعة بمدينة العين السفراء عندها تاريخ، تاريخ عامق، تاريخ كبير. وهي عندنا المقبره، القبر نتاع ايزابيل ليبرار اللي رانا واقفين درك عليه، اللي توفات في 21 اكتوبر 1904، 21 اكتوبر 1904. والمقبره هذه شوف انا نظن راح يكون عندها على الاقل واحد 3 قرون. علاه؟ راه فيها قلنا ايزابيل ليبرار، فيها صافيا كتو، فيها الدكتور ايليو، فيها شوف كل نوطابل نتاع عين صفراء والمجاهدين. القبره هذه ولات ان باتريمون دو لا فيل نتاع عين صفراء. السبت اللي فات برك، غير السيمانه هذه جا هنا لومباسادور نتاع لا سويس، جا زار القبر هذا. على كل حال من انها مهمله، البيبان ما كانش، كاين بعض الحفار، كاين جماعه الشعوذه راهم يجوا فني هنايا يحفروا، كاين جماعه ايضا حتى اللي يجوا يزوروا الموتى راهم يخلوا النفايات، يخلوا البوادع، يخلوا الغرفات تاعهم. حنا نوجهوا نداء، نتمنوا ان شاء الله تكون رعايه لهذه المقبره بالذات. مقبره سيدي بوجمعه هذه المقبره التي اصبحت تعتبر ارث تاريخي لما تكتسيه من قبور ولشخصيات وطنية مثل إيزابيل إبرهارث وشخصيات أخرى تاريخية، ونظرا للإهمال الذي لدى استماعنا لانشغالات بعض الجمعيات للإهمال الذي تعاني منه، قامت مصالح البلدية بتسجيل عملية في ميزانية البلدية تقدر ب 4 ملايين دينار جزائري